الرئيس السيسي يجري زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر ويشيد بجهود رجال الشرطة لخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار. مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي وبكين تندد بالخطوة وتؤكد أن قواتها تراقب الوضع. اليوم انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. قام الرئيس السيسي بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين. كما تعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم. كما تناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن. النقيب محمد علي توفيق يا فندم، ضابط تأمين الاسم والمسؤول عن تأمين الاسم يا فندم من الخارج. حضرتك طيب يا فندم؟ تمام يا فندم. نقيب آلاء حامد يا فندم، رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان الاسم. أنا دوري إن أنا بستقبل وبرصد الحالات الإنسانية المترددة على الاسم من كبار السن وذوي الهمم، وبيتم تقديم المساعدة اللازمة ليهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بيهم أثناء تواجدهم بالاسم. وبيتم يا فندم فحص شكاوى المواطنين الواردة التي ترد للاسم من خلال المواقع الإلكترونية بوزارة الداخلية أو البريد الإلكتروني أو عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة لرئيسة مجلس الوزراء. بيتم فحص الشكوى واتخاذ الإجراء القانوني اللازم لإزالة أسبابها. إحنا بنتعلم ناخد دورات تأهيلات، هل إحنا خدنا دورات تتعلق بالقدرة على العمل النفسي مع أولا مع الحالات النفسية ومع الناس بصفة عامة؟ تمام يا فندم، الوزارة طبعا بتقوم بعمل دورات تدريبية للضباط لكيفية التعامل مع كافة الحالات، سواء المرضى النفسيين، سواء ذوي الهمم، جميع المواطنين. طيب احكي لي على حالتين ثلاثة كده لفتوا نظري، وانت عملتي معاهم ايه؟ لو كان موجود يعني حاجة. تمام، بالنسبة لبلاغات الحالات الإنسانية، كان في حالتين إنسانية لسيدة مسنة، هي من مدينة أسوان بس هي بتقيم بمحافظة القاهرة بمدينة نصر أول بشارع الشعراوي، هي بتقيم لوحدها بمفردها، طلبت النجدة وبلغت إن هي عندها حالة مرضية وإن هي غير قادرة على استلام المعاش الخاص بيها. تم فورا الاتجاه لمحل البلاغ مع ضابط الدورية وتم مساعدتها في قبض المعاش الخاص بيها. كل يوم بنتعامل مع ناس مخالفة، يعني فالأمر لو احنا تعاملنا مع المخالفة على ان هي حالة ما هي ما تفاعلتش معها كإنسان واتنرفزت او انفعلت، حاضر اتعامل اتصور يعني. لكن لو تعاملت معها على ان انا فعل قدامي ورد فعل مني انا، ممكن ان يحصل تجاوز، وده أمر إحنا محتاجين إن هو ميبقاش موجود عندنا أبدا. بالتالي لما بقول أكيد السلوك اللي مش كويس مزعج. السلوك اللي مش كويس أي سلوك يعني مش كويس مزعج، ولكن فرق إن أنا بعتبره حالة أنا بعالجها، فرق إن أنا أتفاعل معها. الخبرة العملية اللي هتاخديها، القدرة على إنك أنت تبقي تكلمي في مقترحات للسيد المأمور أو حتى للجهات العليا هتبقى أكثر دقة، مش دقة، أكثر اتساع. طيب أنا هسألك سؤال، بتكتبي مذكرات يومية عن اللي بيقابلك؟ لو ما بتعمليش كده اعملي كده يا سيادتك، هتعمل كده؟ ها؟ هتعمل كده من بعض؟ لا لا، يعني لو بتكتبي قابلت كذا وملاحظاتك عليها بعد سنة
هتجد ان الفاكره بتاعتك دي مليانه حاجات رائعه جدا جدا، وهتديكي فرصه انك انت يعني يبقى ليكي حساب كويس. مش عايزه حاجه؟ كل سنه طيبه يا هلال، كل سنه وانت طيبه. سيادتك الرائد محمد النيل رئيس وحده الطاقه. اتفضل يا محمد. سيادتك انا المختص عن عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصه والمسؤول عن صرف الوجبات المقرره الوجبات الغذائيه المقرره لهم، بالاضافه لسيادتك التنسيق والربط مع النيابات في تنفيذ قراراتها على المدار اليومي وعلى مدار الساعه. تمام يا فندم. ايوه الوجبات بقى ممكن اشوفها ولا؟ تمام يا فندم. ولا خلاص وزعتوها؟ لا يا فندم. تمام يا فندم. هنشوف الوجبات. ايه تاني؟ سيادتك ومباشرة أعمال النبطجية بفحص بلاغات المواطنين وتوزيعها بالعرض على السيد رئيس التحالف. طبعا هنا تعتبر الأنشطة المتعبة مش كتير ولا إيه؟ تمام يا فندم. مش كده؟ تمام. مش طبعا كل مكان بيبقى ليه ظروف وطبقا تمام يا فندم. هنا للحتة التانية. تمام. أنا 25 سنة خدمة يا فندم. الأمين ياسر النجم يا فندم قوت الاسم. ايوه تعليمات يا فندم. تعليمات يا ياسر، انا عايز اسمع منك. اتفضل. 25 سنة خدمه. اه طيب مش عايز حاجه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. مختصة بتلقي جزاء شكاوى المواطنين. السلام عليكم. السلام يا فندم. تمام يا فندم. رائد محمد طعيم فندم رئيس وحدة الاتحاد بالاسم. سيادتك الكابتن، انا المختص عن تلقي وفحص بلاغات المواطنين الوارده في وحدة الاتحاد واتخاذ اللازم قانون حالها بحالتها للنيابة العامة. ايضا سيادتك مكلف بتوجيه رؤساء الدوريات بالانتقال الفوري لفحص البلاغات الواردة عن طريق غرفة عمليات النجدة. انما بالنسبة للتجديد النزلاء. نفطر يا فندم. نفطر يا فندم. نفطر يا فندم. اتفضل. كل الناس ده؟ هاتولي كل الناس لو سمحت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت كنت عايز تقول لي حاجه؟ لا والله مبسوط جدا. وانا مبسوط. ويعني اتصور مع حضرتك بعد ما اتصور بعد كده. هنتصور؟ حضرتك ايه شايف؟ لا اي حاجه والله. احكي لي بقى حكايتك. كان الله في عونك والله. اللهم امين. انا دكتور صيدلي. كويس. كنت جاي العربيه بتاعتي اللي بتاعها نزلت لقيته مكسور، جاله سرطان نزل قدام. فقلت اعدي اعمل محضر قبل ما اروح الصبح عشان اوديها تتصلح عشان ازاز باص خالص يعني. دي عربية خاصة بيك. خاصة بيك. عايز تعمل محضر ليه؟ عشان شركة تأمين. أنا عليها شركة تأمين فلازم الرقم ورقية يعني. فاهم. كده بتعرف كده كسرت أنا وجيت عشان أقابل حضرتك. سعداء بتشريف سعادة الشيخ. كل سنة وسيادة الأطفال طيبين. ربنا يعينك يا ريس. الله يعينك. على الخير. يعني الخير طبعًا. أنت بتمسك فين بقى؟ أنا رسالتي على قد ما انا اشرف البلد واشرف اهلي كمان على الدوله. طيب كويس. ده الشغل. الحمد لله يا فندم. انا كنت مدرسه فرنساوي وكان فرنساوي كويس والحمد لله اتشرفت ان انا اضحي بمنحه تبع الوزاره لدوله فرنسا السنه اللي فاتت. ان انا كنت نوايا على اللغه الفرنسيه. وكان كل هدفي ان انا غير ان انا اخد المنحه اخد الشهاده ان انا اشرف البلد بره. ده مصر من الاخلاق والسلوك والكلام ده كله، الانتظام في المواعيد والانضباط عامه. يعني انا نسيت ان انا رايح بعمر، انا رايح طالب كليه الشرطه المصريه. انا كل خطوه وكل كلمه وكل حاجه بعملها مسؤول عنها. فكنت بركز في الموضوع ده. الحمد لله طلعت من الاول من الاخر. بشكرك. مصر. بشكرك. مصر. انت عندك وقت فاضي قد ايه في اليوم؟ بشتغل في الطبيعي 8 ساعات ده الرسمي، حتى لو اقتضى الامر اكثر من ذلك يعني اشتغل. ما فيش شغل سيادتك بتكمل يعني؟ في شغل يقعد سيادتك. احنا في شغل يقعد يعني سيادتك. هو
وستك زي وستك عبرت قبل كده ان احنا بالذات الشباب الصغير ده احنا بنحاول ننقبه تدريجيا. ما ينفعش طبعا يخش على معطلات الحياه الوظيفيه مره واحده، تمام، ما يقدرش. ولكن هو الثمان ساعات ده بيبقى الاساسي بتاعه، لكن احنا ممكن يبقى في ساعتين او ثلاثه زياده لو حاله العالم تطلبت ذلك. طبعا سيادتك عارف المعموله، وسيادتك زي ما بيروحوش سيادتك بيطلعوا حاسس. هو البيت ليه حق وصحتك ليها حق وحياتك ليها حق، بس يعني بس البلد ليها حق اكتر. صحيح. واحنا مش قدها، واحنا فندم قدها سيادتك، وبنوعد سيادتك وبنطمن سيادتك على الحاله العامه ان شاء الله، وحاله الامن ان شاء الله تبقى حاله ان شاء الله متزايد واطمئنان بالنسبه لجميع الناس. الناس تبقى حاسه فعلا ان الامن ليه يعني عودته قويه، وانه بيحقق التوجيهات بتاعت سيادتك وتوجيهات الوزاره بتاعتنا. واحنا بنطمن سيادتك يعني بحاله الامن بصفه عامه، ومدينه نصر ان شاء الله، ومدينه نصر الاول بصفه خاصه ان شاء الله. استمر يا فندم، وحضرتك قدوه لينا، واحنا باذن الله ننتهي بنفس النهج. احنا ممكن زي ما سيادتك قلت ساعات العمل والضغط بتخلينا ننسى ان احنا نهتم بصحتنا. طبيعه المشاغل من 8 الصبح لحد اوقات متاخره من الليل بننسى الجانب ده. فاحنا باذن الله بفضل الله وسيادتك قدوه لينا هنحاول نستقطع اي وقت حتى لو نص ساعه في الليل الواحد ممكن يتريض فيها ويمارس اي رياضه. انت لو مشيت من المكتب للمكتب لغاية البوابة دي تبص على الأولاد وتطمن عليهم 10 مرات في اليوم، 50 متر في 10 50 كيلو، لو كان ده خليك ماشي في طريقك اللي انت ماشي فيه، انت ماشي الصح. احنا شايفين ان ده حاجة 100 100 وتمام، واللي بنشوفه في البلد ده بالتطورات والكباري اللي وفرت علينا المشروع المشاوير، ووفرت علينا الوقت بتاعنا وكل حاجة، والأمان اللي احنا ماشيين فيه. انا هقول لك على حاجة، اوعى تتصور ان اللي اتعمل اللي هو الشارع والكوبري ده خطير جدا جدا. صحيح انت ده اللي بتحتك بيه طبعا، ده اللي انت ايه بتحتك بيه، وبالتالي كتير مننا لما ادارش مع حد يقول لك ايه يعني يقول لي الطرق والكباري يعني، لا مش مقصودش كده، لا يعني ما تقولهاش، لا لا مقصودش، لا لا مقصودش، انا بقولها من باب ان احنا النور اللي احنا فيه ده لا يقل انجازه عن الطريق والكوبري. ليه؟ يعني كان عندنا 25,000 ميجا، بقى عندنا تقريبا 50,000 ميجا، يعني ضعف اللي انت عملته في طوال السنين اللي فاتت. لما احتجت تعمل تاني عشان تخلي الناس تعيش، وعشان نخلي في استثمار، وعشان نحل المساله، ضعفنا الكميه واكتر من الكميه واكتر من الكميه. وبقى عندنا بعد كل الاستخدامات دي في عز الحر عندنا 20% زيادة عن الطاقة موفرينها للطوار يعني. فتنصحيني بإيه؟ بنصح حضرتك إن أنت برضه تاخد بالك من صحتك، وكمل حضرتك في اللي أنت ماشي بيه، إن إحنا ورا حضرتك وهنقتدي بيك. وبشكر حضرتك طبعاً إن أنت اديتنا فرصة كبيرة السيدات إن هم يدخلوا كلية الشرطة بأعداد كبيرة السنة دي. حضرتك اديت فرصة لطلبات كلية الحقوق ان هم يخشوا بأعداد اكبر من اي سنة، فدي فرصة كبيرة قوي لينا ان احنا نشارك بالمجتمع ونأدي دورنا، ونحاول ان احنا نكون على قد المسؤولية في الوظيفة اللي احنا فيها بإذن الله ان شاء الله. وانت عايز تنصحني بيه؟ العفو يا فندم، طبعا العفو ليه؟ احنا بنتعلم من سيادتك. لا لا بنتعلم من سيادتك، وفعلا شرف لينا تشريف سيادتك لينا، وده ده تاج فوق دماغنا والله. كتر خير وسيادتك، احنا مبسوطين لكل الانجازات اللي سيادتك قمت بيها، وده باين جدا يا فندم في كل حاجه. وما نسمعش يا سيادتك لاي معوقات تعيق المسيره بتاعت سيادتك. ف ده اللي انا عايز اقوله للمعاليك، بس سيادتك كده احنا سيادتك ماشي في الطريق الصحيح. كل سنه وانتم طيبين. انا سعدت بيكم ده. احنا احنا Thank you.
أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارته لقسم أول مدينة نصر، وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال الرئيس السيسي إنه شعر بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم. ووجه الرئيس السيسي تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة، وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية. وعرض المجتمعون من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني وشواغل المجتمع الحقوقي المصري، سواء العامة أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليها مزيدا من حرية العمل والتحرك. ومن المنتظر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية التي لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام القادمة. تعاون وثيق شهدته العلاقات بين مصر والسودان في كل المجالات، ذلك التعاون لم يكن وليد اللحظة ولكنه جاء من الروابط الممتدة بين البلدين اللذين يجمعهما الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك. علاقات تاريخية وأزلية تربط مصر والسودان، مع تأكيد من القاهرة على وحدة المصير وتكامل الملفات مع الخرطوم. مصر دشنت مرحلة جديدة من علاقاتها مع السودان، عكسها حجم الزيارات المتبادلة بين الجانبين على المستويات الرسمية والشعبية، والتنسيق في كل المجالات، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة لتحقيق التكامل ودعم خيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده. ونظراً لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو من عام 2013 أهمية بالغة لعلاقتها مع الخرطوم ضمن إعادة تحديد وصياغة الدوائر وتوجهات سياستها الخارجية، بما يتلائم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية. وخلال القمم الثنائية التي جمعت بين قيادتي البلدين، كان التأكيد دائماً على علاقات الأخوة الأزلية والروابط المشتركة ووحدة المصير التي تجمع بين شعبي وادي النيل، وإدراكهما لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة. كما سعى قادة البلدين إلى تعظيم مساحات التعاون المشترك بما يرتقي إلى طموحات الشعبين الشقيقين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ وعلاقات وطيدة اجتماعية وثقافية وأيضا سياسية وأمنية واقتصادية. تتميز العلاقة بين مصر والسودان بالارتباط والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، ومن ثم المصالح المشتركة، كما يوجد بين البلدين العديد من مجالات التعاون المشترك. المزيد في العرض التالي. We'll be right back.
ويحظى التعاون الاقتصادي باهتمام كبير من الجانبين المصري والسوداني، وشهد خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا. المزيد في العرض التالي. أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة ماليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي، وذلك في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية. وقالت البحرية الأمريكية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي وتدعم الاستخدامات المشروعة للبحر. من جانبه قال الجيش الصيني إنه يراقب تحركات المدمرة الأمريكية ماليوس في جزر سبراتلي ببحر الصين الجنوبي. وأوضح المتحدث باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني أن المدمرة الأمريكية توغلت بشكل غير قانوني في بحر الصين الجنوبي دون موافقة الحكومة الصينية، مضيفا أن سلاح الطيران الصيني تابع السفينة وراقبها. أعلنت الصين أن قواتها تجري تدريبات عسكرية تحاكي فرض طوق حول جزيرة تايوان. وأوضحت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني أن حاملة الطائرات شاندونغ شاركت في المناورات. هذا وذكرت وسائل إعلام صينية أن عشرات الطائرات نشرت لفرض حصار جوي على الجزيرة التي تطالب بها بكين. قالت تايوان إن 70 مقاتلة صينية وإحدى عشرة سفينة حربية تواجدوا في محيط الجزيرة خلال الساعات 24 الماضية. وتواصل الصين تدريباتها العسكرية لمحاكاة ضرب أهداف في تايوان، فيما تعتبره تحذيرا لتايبي بعد أيام من زيارة الرئيسة تساي إنغ وين إلى الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أجرت عمليات في المياه القريبة من جزر أوكيناو اليابانية. وأضافت الوزارة أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر قامت بالإقلاع على متن الحاملة والهبوط عليها 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد، فيما وصلت الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم إلى مسافة 230 كيلومتر من جزيرة مياكو اليابانية.
جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ثقته في انتصار بلاده في مواجهة روسيا، وفي كلمة له أكد زيلنسكي أن روسيا تضع نفسها في عزلة أكبر عن العالم وعن الإنسانية، وذلك بحسب تعبيره، منتقدا الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الروسي على مدينة زاباروجيا. كما استنكر زيلنسكي في الوقت نفسه استهداف موسكو للمدنيين. قالت بريطانيا إن الجيش الروسي يواصل إنفاق موارد كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من النصر خلال معركته في أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير لها أنه من المحتمل أن تزيد روسيا من هجماتها حول بلدة مارينكا بمنطقة دونيتسك، وذلك من أجل السيطرة عليها. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأوضحت الوكالة الرسمية أن 482 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وذلك قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها تعمل على تقييم صحة المستندات والوثائق المسربة. يأتي ذلك بينما يبذل مسؤولون أمريكيون جهودا حثيثة لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية ومخابراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انهيار جليدي جنوب غربي جبل مونت بلانك بجبال الألب الفرنسية. وقال متحدث باسم السلطات المحلية إن ضحايا الانهيار الجليدي كانوا يتزلجون على الجليد، مضيفا أن هوياتهم لم تتأكد بعد، وأشار إلى أن الانهيار الجليدي كان كبيرا وامتد لمساحة كيلومتر. تنطلق اليوم اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التي تستمر حتى الأحد المقبل العديد من الفعاليات بمشاركة قادة وخبراء العالم، وذلك للتعرف على حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً. هذا ومن المقرر أن يبدأ رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا اجتماعات الربيع بإجراء مناقشة حول التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي. تنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل تحديات اقتصادية عالمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي ومجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الدولية. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميل شادي شاش. أهلا بكم. في ظل تحديات اقتصادية عالمية تأتي اجتماعات الربيع 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري.
وتجمع اجتماعات الربيع تحت مظلتها محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وأيضا تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية. تتصدر هذا الحدث اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى جانب تنفيذ ندوات وجلسات وفعاليات تركز على موضوعات الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. وخلال تلك الاجتماعات ستتم مناقشة التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي وآخر التطورات في الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية وشؤون المناخ والطريق نحو تحقيق المساواة وآخر التطورات الاقتصادية العالمية، كما ستتم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الدولية ومنها موضوع الطريق إلى المستقبل، بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية، وموضوع التغلب على الديون وتحقيق النمو، بالإضافة إلى موضوع تمكين النساء بوصفهن رائدات أعمال وقياديات. ومن بين الموضوعات محل النقاش قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة وتحفيز سلاسل الإمداد المستدامة والشاملة للجميع، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري لتسريع وتيرة التحول الأخضر. مشاهدينا، كان هذا عرضا لاجتماعات الربيع لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن. شكرا لكم. توقعت منظمة التجارة العالمية تراجع النمو في التجارة العالمية هذا العام، ما يحد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي حتى مع خروج العالم من ذروة وباء كورونا. ويقول الاقتصاديون في المنظمة إن التضخم هو السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو التجارة. التضخم والأزمة في أوكرانيا ما زال يلقيان بظلالهما السلبية على الاقتصاد العالمي. في هذا الإطار جاءت توقعات منظمة التجارة العالمية بتراجع النمو في التجارة العالمية هذا العام، ما يحد من وتيرة الانتعاش الاقتصادي حتى مع خروج العالم من ذروة وباء كورونا. منظمة التجارة العالمية أوضحت أن حجم التجارة السلعية العالمية من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1.7% هذا العام بعد نمو 2.7% عام 2022، وانخفضت توقعات المنظمة هذا العام إلى أقل بكثير من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.6% منذ الركود التجاري عقب الأزمة المالية لعام 2008. ويتوقع الاقتصاديون في منظمة التجارة العالمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% هذا العام من 3% خلال عام 2022 و 5.9% في عام 2021. ويقول الاقتصاديون في المنظمة إن التضخم هو السبب الرئيس وراء تباطؤ نمو التجارة، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية والطاقة من مستوياتها المرتفعة بشكل حاد في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا أوائل عام 2022، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل العملية، مما أدى إلى تآكل دخل الأفراد والطلب على السلع المستوردة. كذلك تشير زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بهدف ترويض التضخم إلى انخفاض الطلب على السلع وزيادة تآكل نمو التجارة، لكن منظمة التجارة العالمية تعتقد في الوقت نفسه أن نمو التجارة سيعتمد بشكل حاسم على مسار التشديد النقدي وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت المنظمة أن يرتفع نمو التجارة العالمية خلال عام 2024 إلى 3.2%، لكنها حذرت من أخطار كبيرة بما في ذلك اندلاع التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن الغذائي. وإلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي يجري زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر ويشيد بجهود رجال الشرطة لخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار. مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي وبكين تندد بالخطوة وتؤكد أن قواتها تراقب الوضع. اليوم انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا مريم حسن، دمتم في رعاية الله.